ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وليد المدلل. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كيف تقيمون الموقف الشعبي العربي الرافض لصفقة القرن بالمقارنة مع المواقف الرسمية للحكومات العربية؟ يعني يمكن قول أن التوقف العربي يعني بعيد جدا عن الموقف الرسمي المتواطن في هذه الصفقة. الموقف يعني الشعبي العربي هو موقف يمتد من يعني من يعني من من اقصى الغرب الى اقصى الشرق، وهو طبعا متفق حول القضيه الفلسطينيه كعاد، لكن رغم انشغاله باجنده الداخليه، لكن مع ذلك هو مع القضيه الفلسطينيه على التوام. وراينا يعني حاله الدعم يعني على صعيد الشارع العرب الصفقه. طبعا الشارع العرب قال كلمته في هذه الصفقه وصف الى جانب الفلسطينيين الذين رفضوا هذه الصفقه، وهذا طبعا مما يضعف ويعتبر من العوامل يعني المعانده لهذه الصفقه، التي اذا ما تضافرت فان هذه الصفقه سوف تفشل فشلا ذريعا ولن تتحقق الاهداف المرجوه لها. ما مدى امكانيه التعويل على هذه المواقف الشعبيه؟ والله يعني هناك الكثير من العوامل المعانده لهذه الصفقه في مقدمتها الموقف الشعبي، لانه لا يمكن تحقيق مثل هذه الصفقه بدون يعني دعم واسناد من قبل يعني الجماهير العربيه، بمعنى الموقف الرسمي سوف رغم ما يتعرض له من ضغوط كثيره يبقى موقفا معزولا. وطبعا صفقه بهذا الحجم تحتاج الى زمن طويل، بمعنى لا يمكن ان تتحقق في غضون شهور قليله ولا حتى سنوات، وبالتالي هذا يمكن ان يكون او يمثل طول مده التنفيذ، يعني يمثل احد العوامل المعانده لتطبيق هذه الصفقه. صحيح ان الموقف الشعبي الرافض ليس كافيا، بدليل ان هناك بعض الملفات التي تم الانتهاء منها، مثل الاعلان عن القدس عاصمه لاسرائيل ونقل السفاره الاسرائيليه الامريكيه الى القدس، محاوله شطب منظمه الأونروا على سبيل المثال، الاعتراف بالجولان يعني ارضا اسرائيليه الى اخره، ما قامت به الاداره الامريكيه في الشهور يعني السابقه. وبالتالي يعني لا يكفي الرفض يعني هذه الصفقه، الامر بحاجه الى حاله اصطفاف حقيقه فلسطينيه وعربيه ودوليه تستخدم فيها كل الادوات وكل الاسلحه لمواجهه هذه الصفقه. نحن بحاجة الحقيقة إلى يعني أكثر من الكلام، لأن الكلام وحده لا أعتقد أنه يمكن أن يغير يعني مسارات تاريخية تواطأت فيها قوى إقليمية ودولية. بالمقابل دكتور، يرى البعض أن رفض الصفقة قد يؤثر بشكل أو بآخر على المساعدات الموعودة بها السلطة الفلسطينية في مؤتمر البحرين، هل تظن أنه يتعين على السلطة الحضور بمؤتمر البحرين الاقتصادي لتجاوز الأزمة الاقتصادية على الأقل؟ والله طبعا هو تجاوز الازمه الاقتصاديه يكون من خلال يعني تحقيق الحقوق السياسيه والتي تقر حقنا في التصرف الكامل بمواردنا، وبالتالي يمكن ان نقوم بالتنميه الاقتصاديه المطلوبه دون هذا المال السياسي المشروط. اذا ما نظرنا الى هذه المبالغ المقدمه، طبعا تقريبا يعني يجب عدم المبالغه في هذه المبالغ، لان عدد كبير جدا او نسبه كبيره جدا منها يعني حوالي 22 مليار دولار تقدم ك يعني اموال بفوائد، بالتالي هي ليست اموال مجانيه، وهذا سوف يرهق طبعا كاهل الفلسطينيين اكثر مما هو عليه الحال الان. المساله الثانيه، هناك اموال حوالي 10 مليارات دولار تقدم من خلال القطاع الخاص، وهذا القطاع هو القطاع الربحي كما يعلم الجميع، بمعنى يعني لا يقدم هذه الاموال تبرعا، ما يقدمها استثمارا. بعض الاموال نصف المبلغ الذي يحكى عنه سوف يقدم للدول العربيه، وبالتالي الفلسطينيين يعني لن يستفيدوا منه، وهو عباره عن رشوه للدول المحيطه التي تضم اللاجئين وخاصه مصر والاردن ولبنان، وبالتالي الفلسطينيين لن يستفيدوا منها. الكلام يدور عن حوالي 8 مليارات دولار سوف تقدم للفلسطينيين، وهذه سوف يعني تقدم على مدار 10 سنوات، يعني نحن نتكلم عن المبالغ او المبلغ الذي تقدم الدول العربيه والدول الاجنبيه
في والتي تضخ سوية في ميزانية السلطة الفلسطينية، بالتالي نتكلم عن مبالغ بسيطة جدا وهزيلة جدا ولا يمكن أن تؤسس لشيء. إذا والله تؤسست لشيء كبنى تحتية وبنية صناعية وزراعية وتجارية في الأراضي الفلسطينية، يعني يمكن أن نمني أنفسنا بهذا القادم الجديد، لكن في الحقيقة يعني أكثر من 20 سنة من الاتفاق السياسي اللي هو أتكلم هنا عن أوستو، والذي لم يؤسس لا لقاعدة يعني اقتصادية صلبة ولا لبنية اقتصادية قوية. وطبعا كان يعني هذا الاتفاق وبال على الفلسطينيين حقيقة، وعبارة عن تهليز جديد يتم محاولة حشد ودفع الفلسطينيين فيه وكذلك العرب، والمستفيد الأول والأخير هو إسرائيل، محاولة شرع هذا الكيان، وهذه المرة من خلال ما يسمى بالحل الإقليمي الذي يعني يتصارع العرب يعني القبول بهذه الدولة وبالتالي إعطائها شرعية. والخاسر الوحيد وغير المدعو لهذا المؤتمر هو الفلسطينيين، لذلك يجب يعني مواجهة هذا المؤتمر من خلال حل وطني وقومي وإسلامي ودولي يتم استخدام فيها كافة الأسلحة وكافة الوسائل لمواجهة هذا المؤتمر. وأنا أعتقد أن إفشال هذا المؤتمر مسألة ليست صعبة، لما تحققت حالة الاجتماع الوطني والقومي والإسلامي ومحاولة يعني استثمار يعني حالة التعاطف الدولية التي تحظى بها القضية الفلسطينية حول العالم. شكرا جزيلا لكم دكتور وليد المدلل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا عبر الهاتف من غزة.